بسم الله الرحمن الرحيم. انزعج البحرانيون وضحايا التعذيب من تصريحات الوزيرة البريطانية البارونة وارسي التي ادعت أن وزارة الخارجية البريطانية لم تستلم تقارير حول لم تستلم أدلة على وجود التعذيب في البحرين، وهذا التصريح كان صاعقة على نشطاء حقوق الإنسان الذين وثقوا المئات من حالات التعذيب خلال السنوات الثلاث الماضية، فضلا عن القضايا الموثقة طوال 30 عاما من الحقبة السوداء التي أدارها إيان هندرسون وخليفة بن سلمان. المواطنون وضحايا التعذيب هنا جاءوا للتعبير عن استيائهم من هذه التصريحات، وليقولوا للبارونة أننا جميعا هنا ضحايا التعذيب، كلنا دخلنا السجون وأجسادنا تشهد وتحمل آثار التعذيب بوضوح، ونحن مستعدون للقاء أي مسؤول في الخارجية لنثبت ما حدث لنا بالأدلة الملموسة. وهذا الاعتصام هو بمناسبة انعقاد مؤتمر عن الصيرفة والمال في البحرين بإدارة وتفتتحه البارونة وارسي التي أطلقت ذلك الادعاء المشين.